كيف وجدت هذا التوصيف؟ هل الميليشيات الإيرانية من وجهة نظر الإدارة الأمريكية الحالية هي ميليشيات إرهابية أم لا؟ هو يعني أنا أصغيت لما قاله الأخ الكريم احترام لوجهات النظر، لم أقاطع بطبيعة الحال، ولكن قد يكون الرد الأنسب هو تصريح مساعد وزير الدفاع الأمريكي عندما سئل في لجنة الاستماع عن الموقف من قاسم سليماني، وقال أنا لم أذرف دمعة واحدة. فهذا الرجل كان خطيرا، والعالم بالتأكيد أصبح في حال أحسن بعد القضاء عليه. لاحظي، هذه التصريحات تصدر الآن عن إدارة بايدن، الذي في ذلك الحين استغل المسألة هو ونانسي بولوسي والحزب الديمقراطي، وقالوا أن الجنرال سليماني في حال التعرض لحياته كان خطأ كبيرا، وهذا سيؤثر على الشرق الأوسط وستندلع كوارث وحروب. لم يتغير الموقف الآن. الآن موقف إدارة بايدن تماما منسجم مع تصريحات الرئيس دونالد ترامب ووزير الدفاع في ذلك الحين. إذن الرسالة الأمريكية بدون تلاعب بين جمهوري وديمقراطي واحدة: دور إيران خبيث في الشرق الأوسط. هذا يؤكد صواريخ الحوثيين، حتى عندما قامت إدارة بايدن برفع الحوثيين عن لائحة الإرهاب فقط مماحكة بالرئيس ترامب ولإلغاء سياساته، اضطرت إلى إعادة إدراج قادة من الحوثيين لأن الصواريخ لم تتوقف في قصف مراكز مدنية مأهولة بالسكان، مطارات ومنازل في السعودية. فكيف لا يكون ذلك إرهابا؟ المحور الثاني اليوم بوراء الحدث عن لبنان. من يختطف لبنان الآن بعد كارثة بيروشيما؟ بعد هذا الدمار رأينا في فيديو على تويتر كيف يتنازع اللبنانيين الآن على كيس حليب. هذه لبنان، سويسرا، الشرق الأوسط. من الذي دمرها؟ لا أقول فقط إيران. من دمر لبنان ومن دمر العراق ومن دمر سوريا أطراف كثيرة. نعم، منها الإرهابيين الإسلاميين كداعش وكالنصر وتنظيمات أخرى، ولكن ليس قديسا هذا الدور الذي رعته إيران عبر ميليشيات أيضا زعزعت استقرار المنطقة. فلا أقارع الشر بالشر. طيب، يعني هل هذا يعني أن ظاهر هذه الوثيقة تساهل أمريكي مع الجانب الإيراني هذا في الظاهر وفي الباطن إعلان حرب على الميليشيات الإيرانية في تلك المناطق سيد بشار؟ جمانة، مطب كبير في هذه الوثيقة وهذه التصريحات. هل يدين بايدن الآن الرئيس بايدن نائب الرئيس لكل ما قام به أوباما في دعم زعزعة الاستقرار في الدول العربية التي عانت من ويلات الربيع العربي المزعوم؟ هل كان الدفع بالسلاح وبالقوة العسكرية فقط على الأرض السورية؟ أم أن كانت محاولات زعزعة الاستقرار في مصر وفي تونس وفي الجزائر وفي المغرب وفي الأردن من خلال تنظيم الإخوان المسلمين المجرم الذي تواطأ في عدة ساحات عربية لضعزعة الاستقرار؟ هذه رسائل واضحة عندما يقول لن نلجأ إلى القوة العسكرية في المرحلة الأولى. هكذا كان يقول كل رؤساء أمريكا، أن الخيار العسكري هو الخيار الأخير. ولكن السؤال الكبير، كيف تعطي لك نفسك الحق باستخدام القوة العسكرية وأنت الذي تقرر ما الذي يصرح لهذه الدولة من نظام أم لا؟ طيب، التباكي على حقوق الإنسان ورقة مفضوحة مكشوفة أصبحت بالذات لدى الإدارات الديمقراطية، وهذا ليس سراً.